السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا غزالات ديالي، أهلا إخواني، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحة وعافية. دائما غادي نناقشوا واحد الموضوع اللي ظهر عاوتاني في اللغط على الأم الفاسية ملي ظهرت في واحد الفيديو كانت كتصوروا لبنى ينو. لكن احنا كنلاحظوا بأن الناس عاملين واحد البوصلة على هاد الأسرة كتحضيها يعني في أدق الأغلاط اللي كتوقع. يعني كاين الاغلاط اللي يمكن الانسان يخرج يناقشها، ولكن كاين الاغلاط اللي ما صافي، حنا بشر وحنا ماشي ملائكه، الملائكه هما بوحدهم اللي ما كيغلطوش، اما حنا كبشر يمكننا نغلطو. ولهذا خص الانسان يحاول يغض البصر على واحد الاغلاط اللي ماشي ضروري. السيده حقيقه هي في حداد على الزوج ديالها، ولكن انها يعني وقع هذا اللغط وهذا الكلام ويتهموا لبنى انها بغات تعمل يعني عاوتاني الجدال حول هذا الموضوع، هذا فقط كلام يعني كتخرجوا القنوات باش يهضروا فيه. فاحنا غادي نوقفوا هذا الجدال بواحد معلومه، قال لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. غادي نجيبوا انسانه متخصصه في هذا المجال غتكلم لنا على الحداد، وشنو هو الشروط الحداد ديال المراه، وشنو يسمح لها زعما يتسمح لها دير وشنو ما يتسمحلاش دير. هذا انطلاقا من كتاب الله سبحانه وتعالى القران الكريم. فخليكم مع الفيديو، كنتمنى ان تعجبكم هذه القناه ديالي وتدعموها وتشاكوا الفيديو باش تعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في هذا المقطع غادي نجاوب إن شاء الله تعالى على واحد السؤال اللي كيتردد بزاف من عند النساء، وهو ما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها، أو اللي كنسميه حنا عندنا في المغرب حق الله. يعني كيسولوا النساء أشنو المرأة خصها دير شرعا يعني في هذه المدة اللي كتكون شادة فيها حق الله. فحق الله يعني إخوتي أخواتي هو العدة، وهذه الكلمة ديال العدة هي متعلقة بالمطلقة وبالمتوفى عنها زوجها. فالعدة المفهوم ديالها في الشرع هو مدة تتربص فيها المرأة عن الزواج بعد وفاة الزوج أو بعد حدوث الطلاق. كيف يعني تتربص؟ أي تنتظر هذه المدة ولا يحل لها أن تتزوج فيها حتى تنتهي. فهذا هو يعني مفهوم العدة شرعا. هناك اختلافات ما بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها. من أهم اختلافات اللي غادي نتكلم عليها دابا هو مسألة الحداد. هناك اختلافات تتعلق يعني بمدة العدة، ولكن اللي غنتكلم عليه في هذه الحصة هو الحداد الذي يلازم عدة المتوفى عنها زوجها. فالمتوفى عنها زوجها تتكون في عدة، وتكون مع ديك العدة كيكون حداد. فما هي المدة ديال العدة ديال المتوفى عنها زوجها؟ هي 4 أشهر و10 أيام، 4 شهور و10 أيام، كتحسبها بالشهر الهجري ماشي بالشهر الميلادي. يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني في خلال هذه المدة المرأة تعتد، يعني لا تتزوج داخل هذه المدة ولا تخطب. ومع يعني ويكون كذلك الحداد اللي هو الحزن، يجب عليها أن تظهر الحزن على فراق زوجها. كيف تظهر هذا الحزن؟ بجوج حوايج إخوتي أخواتي: عدم الزينة وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة. الحداد كذلك عنده أصل في السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني الحداد أصلا كاين في السنة على أي ميت، وما خصوش يفوت 3 أيام، عكس ما نلاحظه يعني في المجتمع أن من الناس من يحد عام. يعني كنلاحظوا أن مثلا مرأة تيموت لها الإبن ديالها، ولا تيموت لها الأب ديالها، ولا جارها، ولا واحد من العائلة، فما كتحني، ما كتكحل، ما كتبقى حزنة عام. وهذا ليس من الشرع، بل 3 أيام فقط هي مدة الحداد الشرعية على كل ميت. ولكن المرأة تحد على زوجها، أي تحزن على الزوج ديالها، 4 أشهر و10 أيام. لماذا؟ لأن ذكرها الزوج ديالها كان كيربطها به واحد الميثاق غليظ كما قال الله عز وجل. يعني احتراما لهذا
الميثاق الغليظ ووفاء لذكر الزوج، لأن الميثاق ديال الزوجية راه فوق أي علاقة أخرى. إذا كيفاش هذا الحداد خصو يكون؟ يعني شنو هو المعنى ديال الحداد وكيفاش خصو يكون؟ أن المرأة أولا لا تتزين بأي نوع من أنواع الزينة، سواء كان بالثياب، ما خصش تكون ثياب فيها زينة، يعني الألوان ديال الثياب ما تكونش يعني تكون مثيرة، ما تكونش على أي الثوب ملي كيكون فيه زينة راه تكون باين، يعني خصها تلبس لباس عادي لا زينة فيه. كذلك لا تكتحل، ما تحنيش، ما تديرش الطيب، يعني ما تديرش الريحة والمسك، يعني الطيب لا تتطيب. فهذا هو يعني أي حاجة متعارفة لأن فيها زينة ما تديرهاش. كذلك لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، إلا كانت ضرورة تخرج تمشي تقضي الغرض ديالها وتجي، إما بغات تصوب واحد الورقة، إما زيارة لشي عائلة وهذيك الزيارة ضروري خصها ديرها، يعني تخرج فقط للضرورة، إلا ما كانش ضرورة تلزم البيت ديالها. والناس هذا نداء يعني من هذا المنبر، ان النساء يعني ان النساء اللي كيتوفى لهم الزوج ديالهم العائله خصها يعني هي تجي تزورها، ما تخليهاش تخرج، يعني باش تونسها وباش تخفف على هذاك الحزن. فالعائله تكثر من الزيارات، يعني الزيارات للمراه المتوفاه عنها زوجها حتى تسالي العده ديالها، ما نخليوهاش هي تخرج من البيت ديالها، بل حنا نمشيو نزوروها في البيت ديالها. إلى مثلا الام توفى لها الزوج ديالها، فالابناء خصهم ما يخليوهاش بوحدها، كل مره يجي يزورها واحد، يديروا النوبه بيناتهم، كل مره يزورها واحد فيهم باش يحيدوا على كما قلت لكم ديك الوحشه ويخفوا عليها الحزن. كذلك من حكم هذا الحداد ان تبتعد المراه عن الزينه وعن الخروج، باش ما تبقاش مرغوبه يعني للزواج، باش ما يرغبوش فيها الرجال الاخرين. فالمراه ملي كتلزم البيت ديالها ولا تخرج الا للضروره، ومني ما كتزينش وما كديرش الزينه، ويعني تمتنع عن مخالطه الرجال، ف يعني تتكون ديك مساله الخطبه ومساله الزواج مساله مستبعده. اذا هذا هو ما جاء في الشرع بخصوص عده المتوفى عن زوجها او حق الله. اولا تمتنع، تشد العده ديالها، تمتنع عن الزواج وعن الخطبه. ثانيا تظهر الحزن، وذلك بالابتعاد عن الزينه يعني بعدم الخروج الا للضروره. اما شي حوايج اخرى اللي دخلوها النساء في هذه المساله، مثلا اعطيكم مثلا من المسائل الدخيله التي لا اساس لها في الشرع، ومساله يعني ان يقولون يعني المراه اللي هي في العده انها لا تغتسل ولا تستحم، فهذا من الاخطاء الشائعه، بل المراه تتطهر وتغتسل وتدخل يعني تدخل الحمام وتغسل، ولكن ما تديرش الطيب، ما تديرش الريحه، الريحه هي اللي من الزينه، اما تغسل وتنظف يعني الجسم ديالها. كذلك كنلقاو مثلا كتدخل المراه معتده تلقاها دايره واحد الغطاء على المراه، علاش المراه؟ خلي المراه وشوفي في المراه، ما كان حتى شي مشكل، يعني النظر الى المراه ما فيه حتى شي حاجه، يعني ماشي مخالفه شرعيه بل هو جائز. مساله اللباس الابيض اخوتي اخواتي، هو مسألة ليس من الشرع وإنما هي من العرف. تعارف المغاربة على أن المرأة اللي مثل الزوج ديالها تلبس الأبيض، ماشي ممنوع شرعا، بل هو مسألة يعني لا بأس بها مزيانة، لأن علاش؟ سبحان الله، يعني المرأة ملي كتلبس الأبيض كتعرف عند الناس اللي شافها لابسة الأبيض كيعرفها بأنها يالله متوفي لها الزوج ديالها، وبالتالي يعني كيحترمها، كيحترموها الناس، يعني ما كتخطبش، ما الا مشات تقضي واحد المصلحه الناس تيسبقوها، نظرا لان ما خصهاش تبقى في البيت خارج البيت مده طويله، فالناس يعني تيسبقوها في قضاء بعض المصالح. كذلك المراه ملي كتلبس الابيض كيعرفوا ان الزوج ديالها المعيل اللي كان كيعيلها راه توفى، فكيقدموا لها يد المساعده، سواء مساعده ماديه او مساعده من نوع اخر. المراه تلبس لباس الابيض ولكن ما تكونش كتعتقد انه مفروض شرعا او انه يعني مندوب، ما تعتقدش بالشرعيه بانه يعني كاين في الشرع، تلبسوا لانه كاين في العرف. ولهذا كنلقاو ان بعض الدول الاخرى يعني كتلبس اللباس الاسود غير باش تعرف المراه انها يعني معتده. اما الا ما لبستش الابيض فلا حرج عليها ولا اثم عليها. كنلاحظوا يعني في بعض المآثم وللاسف يعني بعض التجاوزات وبعض يعني تجاوزات شرعيه طبعا،
هذه انا مساله هذه حضرت لها انا شخصيا، يعني المراه توفى لها الزوج ديالها، يعني فجاه موت فجاه، المراه بقى على اثر الصدمه، بقى مسكينه يعني في واحد الحاله يرثى لا تثير الشفقه، والنساء يعني واقفين عليها بغاو ينوضوها تمشي تلبس، وهي يعني ما قاداش حتى توقف، وهما كيقولوا ضروري خصك تنوضي تلبسي، الراجل مات خصك تنوضي تلبسي قبل ما يتدفن. فهذا ما جاء به الشرع اخواتي، ما جاء به الشرع. المراه يعني ربما ما عندهاش حوايج بيضين، ربما ما فيهاش حتى ما ينوض ويمشي ويلبس ويبدل، في واحد الحاله لا تسمح لها باش انها تبدل، ما تسمحش لها انها تبدل. فالخطا ماشي هو اننا المراه تلبس الابيض، ولكن الخطا هو ان الناس يعتقدوا ان هذا اللباس الابيض مفروض شرعا، هذا هو الخطا. فالمرأة حتى لا لبستش الابيض او لبست الابيض ودخلت معاه شي لون اخر، فهذا يعني ما فيه حتى شي اثم، ما فيه حتى شي مخالفه شرعيه، بل المخالفه الشرعيه لبست لباس فيه زينه، يعني لا تزينت، لبست لباس فيه مطروز والوان ديالو مثيره، كذلك ما خصهاش تلبس يعني الحلي بحال يعني المجوهرات وداك الشيء، ولكن الالوان اللي هي عاديه ممكن تلبسها المراه. كذلك واحد السؤال كيجي يعني كيجي بزاف، هو المراه ملي كتسالي ليها العده ولا كتبغي كما كنقولوا حنا ترمي حق الله، اشنو غدير بهذوك الملابس؟ من الناس من يقول انا خصت ترميهم في الواد او تصدق بهم او، فحتى هذا اخواتي اخوتي ما جاء به الشرع، بل هذاك لباس عادي تصرف معاه كما كتصرف مع جميع الالبسه اللي عندها، تصبنو تلبسو تبقى تعاود تلبسو، الا ما بغاتوش يعني تصدقوا ولا تخلص منه ما فيه حتى شي حاجه، ما عنده حتى شي حكم، ما عنده حتى شي معامله خاصه خصنا نتعاملوا بها مع ذاك اللباس، بل هو لباس كجميع الالبسه. هناك يعني بعض الطقوس كذلك يعني تيقوم بها النساء ملي كتبغي المراه تلو حق الله، كيديو الحمام تيغسلوا ليها تيديروا لها الحنه، هادشي ربما كاين في العادات ولكن في الشرع راه لا اصل له في الشرع. المراه يعني انتهاء عده متوفى عنها زوجها ليس من موجبات الغسل، ليس من موجبات الغسل، ماشي ضروري المراه انها تسالي لها العده تغتسل، ما كاينش هاد المساله في الشرع لا في الكتاب ولا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك يعني مني كاين بعض العادات وكنلاحظوا ان هاد العادات المتعلقه بحق الله تتخفف من منطقه الى منطقه، من المناطق ان المراه قبل ما تلبس حق الله خصها تغتسل يعني دير الاغتسال ديالها، كذلك دخول المراه في العده ليس من موجبات الغسل، ما تغتسلش ماشي واجب شرعا انها تغتسل عاده باش تلبس حق الله. فلخص لكم اخوتي اخواتي مساله حق الله شنو فيها؟ فيها الامتناع عن الزواج والخطبه، وكذلك تجنب الزينه وتجنب الخروج من البيت لغير الضروره فقط، من غير هذا الشيء ليس من الشرع. وارجو ان يكون هذا المقطع قد اجاب عن الكثير من الاسئله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن بعض أحكام العدة. دعوني أستعرض آيتين في سورة البقرة تتحدث عن العدة المتوفى عنها زوجها. قال تعالى في سورة البقرة الآية 234: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية في سورة البقرة تتحدث عن فترة العدة وماذا تفعل المرأة بعد أن تنتهي فترة العدة. آية ثانية أيضا في سورة البقرة بعد هذه الآية بست آيات فقط، يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإذا خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. لماذا قال في الآية الأولى لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وقال في الآية الثانية فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف؟ بالطبع الآيتين تتحدثان عن عدة المتوفى عنها زوجها، والآية واضحة، الحكم واضح فيها، أن التي توفي زوجها عليها أن تمكث في العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. بالطبع هناك انتشار خاطئ جدا لمفهوم العدة، وهذا إن شاء الله سنناقشه فيما بعد، لكن الحديث
بعد أن تنتهي الأربعة أشهر والعشرة أيام ماذا تفعل هذه المرأة؟ طبعا الآية تقول فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. المقصود فيما فعلنا في أنفسنا يعني من التزين كما قال القرطبي، من التزين، من التعرض للخطاب، من الزواج. المرأة إذن حرة بعد أن تنتهي عدتها، فلها أن تفعل في نفسها ما تشاء طبعا بالمعروف كما قالت الآية. لكن النفحة البيانية بين هذه الآية والآية التي بعدها بست آيات، هذه الآية قال فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، وهناك قال فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. لماذا؟ عرفنا أن هذه الآية عن المتوفى عنها زوجها إذا انتهت عدتها وقامت تفعل في نفسها كما قلت من التزين، من التعرض للخطاب، من الخروج من البيت، من الزواج، فلا حرج عليكم. والخطاب موجه عليكم، يعني أنتم أيها المجتمع الإسلامي جميعا، سواء ولي المرأة، سواء أخوها، أبوها، المجتمع، الوالي، القاضي، كلكم أيها المجتمع لا حرج عليكم فيما فعلت هذه المرأة. يعني لا تظنوا أنها إذا فعلت شيء، للأسف إلى الآن منتشر هذا القول، إذا خرجت من بيتها فيقول هذا عار عليها وعار على أهلها، المطلقة يجب أن تبقى في البيت. الآيات لا تقول هذا، بالعكس تمام، تقول فلا حرج عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. النقطة هنا والنفحة هنا البيانية كلمة بالمعروف. بالمعروف واضح أن فيها أل التعريف، وأل التعريف معروف أنها هي للعهد، يعني المعروف، المعروف الذي عرفتموه جميعا، الشيء المعروف المتعارف عليه الذي تعرفوه أنتم جميعا، والمضبوط الناس، المجتمع كله يعرفه. ما هذا الشيء؟ هو كما قلت أن تتزين بالزينة المقبولة طبعا، لا تتبرج، أن تتزوج، أن تتعرض للخطاب، لا مانع من ذلك. إذن هذه واضح، في هذا هو معنى الآية وبالتحديد معنى كلمة بالمعروف. أما الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. الآية الثانية تتحدث عن نفس المرأة المعتدة التي مات زوجها، ولكن كأن الله تعالى يوصي أو يأمر الأزواج أن يكتب كل زوج في وصيته، يكتب في وصيته أني أوصي لامرأتي أن تبقى في بيتي سنة كاملة، أوصي لها بالسكنة في بيتي حتى ولو انتهت العدة. بالطبع العدة ستنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بعد وضع حملها إذا كانت المرأة حامل. فالطلب من الله تعالى للرجل أن يوصي ويكتب في وصيته دعوا امرأتي في بيتي. طيب إذا كان أرادت هذه المرأة أن تخرج بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام، البقاء في بيت الزوج فترة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام واجب، واجب على المرأة وواجب على أهل المتوفى أن يسكنوها ويمكنوها في بيته، ولكن بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام ليست واجبة، إنما هي وصية. أصبح الأمر هنا غير متعارف عليه. ماذا ستفعل هذه المرأة بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام؟ ليست مجبرة على فعل ما كانت تفعله خلال العدة، وإذا خرجت من عدتها بالأمر المعروف الذي هو منضبط بين الجميع. أما هنا أن تبقى إلى السنة كاملة في هذا البيت، فهذا أمر غير مضبوط وغير متعارف عليه، فهي حرة، إن شاءت أن تبقى تبقى، هي وصية، وإن أرادت أن تخرج فلتخرج، هل تتزين أم لا تتزين أيضا هي حرة، هذه أمور غير منضبطة وغير متعارف عليها، لذلك ذكر الله تعالى فقال من معروف ولم يقل